متابعينا الكرام، السلام عليكم. لا يكاد لاعب من لاعب الأسود يخرج من وضع صعب مع ناديه حتى يدخله لاعب آخر، وهو ما يزيد الضغط على الناخب الوطني وليد، خصوصا مع اقتراب موعد انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022. فقد أصيب جواد يميق مدافع بلد الوليد، وما زال في حاجة لما بين أسبوعين إلى ثلاثة من أجل التعافي قبل عودته للملاعب، وهو ما سيؤثر كثيرا على مستوى جاهزيته. وأصيب غانم سيس، ويؤمل أن تكون إصابته خفيفة حتى لا يغيب عن المنافسات لأكثر من أسبوع واحد، كما أعلن على ذلك فريقه بشكتاش التركي. ونفس الشيء بالنسبة لياسين بونو، الذي غيبته الإصابة عن مباراة فريقه إشبيليا، والتي انتهت متعادلة يوم السبت المنصرم أمام أتلتيكو بيلباو بهدف مقابل هدف، وذلك برسم الجولة الثامنة من منافسات لاليغا، ولم تتضح بعد مدة غيابه. أما سليم أملاح فقد استبعده فريقه ستاندارد ليج عن المباراة الأخيرة أمام شارلوا، عقابا له لرفضه تمديد عقده لفترة أخرى، وقد يستمر استبعاده لمباريات موالية، وهو ما قد يفقده للكثير من جاهزيته وتنافسيته. ويأمل وليد أن تنتهي أوضاع هؤلاء اللاعبين على نحو جيد، وأن لا تنتقل عدوى الإصابات والأوضاع المعقدة للاعبين آخرين، لأن الوقت يضيق ولا يحتمل الوقوع في أي أزمة.